الحرب الدائرة بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي ليست سوى حلقة جديدة من مسلسل مستمر من المواجهات والاغتيالات منذ تأسيس الحركة على يد الراحل أحمد ياسين عام 1987. عملية اغتيال القيادي في حماس صالح العاروري في بيروت أعادت إلى الأذهان سلسلة عمليات إسرائيلية اغتالت فيها قياديين ومسؤولين كباراً في الحركة. فمن هم أبرز قادة حماس الذي اغتالتهم الاستخبارات الإسرائيلية؟ يحيى عياش مهندس حماس اغتاله الموساد عام 1996 عبر تلغيم هاتفه في قطاع غزة، إذ جرى تفجير الهاتف عن بعد خلال مكالمته مع والده. وفي عام 2002 قتل صلاح شحادة الذي يعتبر أحد مؤسسي الذراع العسكرية للحركة بعد إلقاء طائرة حربية قنبلة تزن أكثر من طن على منزل في حي الدرج بغزة أدت إلى مقتله و18 شخصاً بينهم زوجته. عام 2004 اغتالت إسرائيل أحمد ياسين مؤسس الحركة في هجوم شنته مروحيات بإطلاق 3 صواريخ على حي الصبرة في قطاع غزة. وفي نفس العام تم استهداف عبد العزيز الرنتيسي أحد أبرز قيادات حماس بصاروخ أصاب سيارته في غزة، وذلك بعد أقل من شهر من توليه قيادة الحركة. وفي عام 2012 قتل أحمد الجعبري مهندس صفقة تبادل الأسرى مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في سيارته بغارة جوية في غزة. أما في عام 2014 فاغتيل رائد العطار عضو المجلس العسكري في كتائب القسام في غارة جوية استهدفت منزلاً كان يتواجد فيه برفح جنوب القطاع.